الأهلي إنك تحافظ على المواهب الموجودة. إحنا شفنا في سنين يعني قبل كده ممكن يكون عندك موهبة وصاعدة وممكن تستفيد بها في الفريق الأول وممكن يخرج بره نظرا إن هو مش موثق عاد ومش موجود عندك، فدي خطوة مهمة من النادي الأهلي. كابتن أمير توفيق. كابتن أسامة، إيه الأخبار؟ كابتن، إزي حضرتك؟ إيه الأخبار؟ تمام الحمد لله. حبيبي كابتن، خطوة مهمة من النادي الأهلي يا كابتن أمير إنكم توثقوا عقود لاعبين أو بعض اللاعبين في فريق 2001، دي خطوة مهمة للحفاظ على المواهب داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. طبعا يا كابتن، احنا بالنسبه لنا احنا وثقنا عقود كذا لعيب في كذا فرقه في كذا مرحله فنيه. تمام. الفتره الاخيره طبعا انت عارف دلوقتي الولاد لازم يعرفوا ان احنا بنبني المستقبل الفتره الجايه. احنا عندنا فريق اول موجود، لازم عندنا قطاع ناشئين محترم، لازم ان احنا نعتمد عليه. فاول خطوه ان انت اللعيبه دول يحسوا ان انت بتقدرهم وبتحافظ عليهم عشان يعرفوا ليهم ان شاء الله مستقبل مع النادي الفتره الجايه. تمام. الكلام بقى والولد بيمضي، شعوره وهو بيمضي للنادي الاهلي، هل الكلام اللي بيتقال ان في ناس بتزايد على حبها للنادي الاهلي وبتطلب ارقام، هل ده بنشوف قطاع الناشئين برضو ولا الكلام ده؟ لا خالص، لا خالص خالص، بالعكس. انا بص، انا مش عايز اقول برضو، انت عارف الكلام ده مش عايزين نقول ان هو كلام شعار زي ما قلت كده، ده بالتوقع حصل فعلا. مفيش، كله مضى على بياض، محدش سعر على فلوس خالص، بالعكس، ودي حاجه تحترم في الولاد. ده اللي احنا مستنيين منهم، هم عارفين ان احنا بنقدرهم وهم عارفين ان هم يعني في منهم مثلا ناس في النادي منهم عندهم 8 سنين لان هو 9 سنين، فهم عارفين ان هم الاهلي هو اللي وصلهم للمرحله دي ان هو بقى لعيب منتخب ناشئين او منتخب شباب او منتخب اولمبي، فهم عارفين خلاص ان هو طبعا ازاي في النادي واحنا بنقدرهم ازاي. فلا بالعكس هم، وبرده في نفس الوقت برده انت لما تيجي تتكلم على لعيبه هو لازم يكون فاهم، والحمد لله احنا بشكل ما وصلنا الكلام ده ليهم، ان دلوقتي انت كلعيب ببص في فلوس. فاهم يا كابتن؟ انت النهارده انت بتبني اسمك مع النادي، انت مع النادي الاهلي كده كده ربنا كرم وانت وصلت لمرحله الدرجه الاولى، احنا اوتوماتيك اصلا النادي بيعدل على طول. فاهم قصدي ايه؟ تمام. لا بالعكس، الاولاد كانوا لا يقدر اولاده النادي الاهلي. طبعا طبعا يا كابتن، الاساسي حاجه اساسيه. طيب عايز اخدك لملف تاني يا كابتن امير، وحضرتك يعني مدير للتعاقدات بالنادي الاهلي، كيفيه الاستثمار من قطاع الناشئين؟ بص يا كابتن، الاستثمار بتاع الناشئين دلوقتي دي خطوه احنا بداناها السنه دي. تمام تمام. النهارده انت عندك ولاد لسه في بتصرف عليهم من اول وهو مثلا عنده 10 سنين لو 20 سنه. تمام. عندك التحدي اللي قدامك النهارده ان الولد ده هو خلاص، هو لو جه مرحله الدرجه الاولى يا هيمشي يا هيقع. تمام. فاحنا دلوقتي بنعمل حاجه مختلفه شويه، ان احنا النهارده الولاد دول احنا نفسنا نادي اهلي بيسوقهم. تمام. تمام. يعني انت النهارده عندك السنه دي احنا من سنين اللي عملنا فيه اعراض كتير جدا في شهر واحد. تمام. في نفس الوقت وده دخل لي فلوس واداك فرصه ثانيه ان انت اللعيبه اللي عندك بتبص عليهم بره وبياخدوا خبرات دوري ممتاز. فالنهارده نفس التوجه برضه بالنسبه لنا احنا الولاد دول، احنا بنصرف يعني بنطلعهم اعراض علشان بيدخلوا في النادي وبنبني شخصيتهم وخبراتهم في السوق المصري. تمام. وده ملف مهم جدا وخطوه مهمه جدا يا كابتن امير، هو ملف الاعارات اللي تم في شهر يناير. شفنا ما شاء الله اعارات ناجحه في الجونه، في الاتحاد السكندري، في معظم انديه مصر، وسموحه والنجوم. وسموحه والنجوم. عايز اخدك بقى ملف الاعارات، هل تم حسم بقى عوده مين هيرجع قطاع النادي الاهلي السنه الجايه ولا لسه الموضوع ده طبعا ما اتفتحش في الوقت الحالي دلوقتي؟ لا طبعا دي رؤيه فنيه طبعا للكابتن خطيب مشرف على الكوره والجهاز الفني. تمام. احنا بننفذ في الاخر بعد كده المطلوب مننا. احنا كل الليسته كلها قدامنا، احنا جاهزين حسب القائمه اللي موجوده، والسنه الجايه حسب في مسابقه 97 ولا لا، كل ده هيحدد احتياجاتنا الفتره الجايه عامله ازاي، والرؤيه الفنيه هي اللي بتبقى الحزب بالنسبه لنا. تمام. كابتن امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي، شكرا جزيلا لك، كان مداخله مهمه من الكابتن امير توفيق عشان يوضح لنا ملف الاعارات الفتره الجايه ازاي هيتعامل مع النادي الاهلي، كمان يعني الحفاظ على المواهب داخل قطاع الناشئين من النادي الاهلي، والنادي الاهلي بدا عمليه الاستثمار في قطاع الناشئين من السنه دي. الاستثمار تم عن طريق الاعارات اللي دخلت دخل كبير للنادي الاهلي، شفنا اعارات في الجونه، شفنا اعارات في نادي الاتحاد السكندري، شفنا في نادي سموحه، شفنا في نادي النجوم، والاهم كمان من الدخل الخبرات اللي اكتسبها اللعيبه ما شاء الله. النهارده بنشوف عمار حمدي مكسر الدنيا ومع منتخب مصر الاول، نفس الكلام احمد حمدي واحمد ياسر ريان وبعض اللاعبين عشان ما انساش حد. وطبعا زي ما احنا شايفين على الهواء دي يعني زيارات الكابتن محمود الخطيب المتكرره دائما الى قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ورسائل مهمه لاولادنا داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وايضا المدربين. معانا احلى هدف.